هتعملينا النهارده اكل ايه يا وليه؟ يا ايه يا راجل انت متدورش غير على بطنك؟ قوم صلي لك ركعتين الظهر لسه مأذن. فاضلنا بقى بالاكل المحروق بتاعك ده، نفسي اشوف لك اكل عدله. لا حول ولا قوه الا بالله، حتى في رمضان مش راحين ناكلكم. اخلص يا صايع. ايه يا حاج؟ صايم ولا زي كل سنه؟ ايه عليك بقى يا حاج، زي كل سنه طبعا. طب يلا غني هنا. ما كده كده استفدت يعني. جبت اللي معاك الغير كله. يا جماعة واحد جدي. ايه يا رب يا مهد. انا اول نمو بشرة دول. ايه على الصبح؟ مش هنقف هناك خمسة في البيت ولا ايه؟ اطلع بره بقى عشان عايزين نلوق. اطلعي بره بدل ما هعمل من وشك سجادة وهفضل رايح على وشك رايح جاي. قلت لك يا روح عشان هنلوق. يا ماما تعالي شوف ابني. لا ماما ايه؟ هقول لك على فكرة حلوة. لما تحت الصندوق في اسرار. الملك احمد. مالك احمد خويا بقى احسن وبتاع. قلت لي يا بنتي اسمعي بس، تحت السرير ده في اثار فرعونية. اقول لك هي ايه؟ اثار ايه بقى ان شاء الله؟ تحت السرير ده في اندومي. في اندومي؟ شش حطي صوتي قبل ما تسمعي. روحي يا ستي وبعد الفطار يبقى تعملي وانا هديك اندومي. خلاص ماشي. مين الحيوان اللي طفى المروحة؟ تقول يا حيوان؟ ده عيل صغير في الشارع. امشي يا جماعة. خلاص خلاص ماشي يا حاج. فعلا صوتهم طلع لحد هنا؟ احنا في الدور الرابع يا ابن اللهم اني صايم. تعالى لي بقى.